زادت الضغوط على المسؤولين في اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة شيكابالا، زادت الضغوط على اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة شيكابالا المزمع إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأنه حصل اجتماع يوم الأربع الماضي بين اللجنة ورئيسها المستشار عادل الشرباجي، وعملوا المداولة وشبه استقروا على الموضوع وعلى القرار. فالمسؤولين في نادي الزمالك بعلاقاته في ضغوط الآن على اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة شيكابالا ليه؟ قال لك احنا محرومين من القيد، والحرمان من القيد هنا لازم تبقى حضرتك عارف ايه سببه. سببه خلاص اللعيب، طيب ايه اللي هيتحرم من القيد؟ الصفقات الجديدة وليس العائدون من الإعارة. يعني العائدون من الإعارة دول كانوا موجودين ومسجلين في قائمة نادي الزمالك الموسم الماضي، فمفيهاش مشكلة. لكن مين اللي مش مسجل؟ حمد النقاص. مين اللي مش مسجل؟ اسمه ايه ده؟ محمد أناجم، رزاق سيسي. لا، أناجم ورزاق سيسي ومصطفى فتحي دول كانوا طالعين إعارة، فدول اللي ما عندهمش مشكلة. اللي عندهم مشكلة حمد النقاز، محمود شبانة القادم من أسوان، عمر كمال عبد الواحد القادم من النادي المصري. في لعيب بقى رابع محدش عارف ايه موقفه ليه، كان في الزمالك بس كان بيع وشراء وكان إعارة بنية البيع. هل يعتبر ده اللي هو سيف الجزيري؟ هل يعتبر شراء نادي الزمالك ليه هل يعتبر شراء نادي الزمالك ليه صفقة جديدة، ولا لأنه كان موجود إعارة بنية البيع يبقى خلاص موجود جوه السكواد؟ ده اللي هو سيف الجزيرة. لكن عمر كمال عبد الواحد، حمد النقاز، محمود شبانة، الزمالك يبحث لهم عن عروض في أندية الدور المصري، ولكن لن يتم تفعيل هذا الأمر إلا مع قرب إغلاق باب القيد في 7 أكتوبر. يعني هتلاقي الكلام ده من يوم 5 من يوم 4 بيتكلموا في الثلاثة دول، لكن هتبقى في اتفاقيات ودية، ودية اتفاقيات ودية مع أستاذ جمال فودة. بيقول لي أرجوك سامحني، مسامحك يا أستاذ جمال من غير ما أنا بسامح كل الناس والله، وأنا مسامحك. أنا معرفش اتعملت إيه بس أنا مسامحك، يعني لو كنت شتمتني او حاجه برضه انا مسامح يا استاذ جمال، ويكفي انك انت راجل محترم طول اللايف عمال تكتب سامحني. انت راجل بتخاف ربنا كده، خايف تظلم استاذ جمال فؤاد على لايف الفيس على ابو المعتزك. متشكر لحضرتك ومتشكر انك انت بتفكر تطلب السماح، يا ريت الاخرين يقلدوك. يعني الناس اللي بتسال على صفقات الزمالك، هتجيب صفقات ازاي وانت مش هتأيدها؟ هتجيب صفقات ازاي وانت مش هتأيدها؟ اما الصفقات اللي انت جبتها صعب انك تأيدها ما لم يتم رفع العقوبة، ومفيش فرقة ترفع عنها العقوبة من اول تظلم. يعني برشلونة، الريال، تشيلسي كملوا العقوبة وحرموا دورتين فترتين قيد من ان هما يقيدوا. المصري اترفعت عنه قبل الانتقالات الشتوية، لكن فيما يخص نادي الزمالك، نصر عزام هيقدم تظلم، خلاص قدموا التظلم. انه يقرب بقى انه يبقى قبل اغلاق باب القيد، دي تبقى معجزه ما حصلتش لا في برشلونه ولا في ريال مدريد ولا في تشيلسي ولا مع المصري. ده وفقا لتاكيدات كابتن نصر عزام ليا اللي هو محامي نادي الزمالك. لكن في امل انها مثلا نلحق في يناير. فالصفقات اللي عندك اللي انت جبتها مش هتأيدها، يبقى تضطر لإعارتها. ليه عمر كمال عبد الواحد، حمد النقاص، محمود شبانة، وبيسألوا في موضوع سيف الجزير، هل جوه السكواد بحكم انه كان موجود في الزمالك الموسم الماضي تبقى مكسب. لكن اللي هيقيدوا محمد أناجم ورزاق سيسي ومصطفى فتحي، مش عارفين هيبقى مصير رزاق سيسي وأناجم في ظل الأجانب، في ظل وجود الأجانب. لكن ما انت عندك برضو في الاجانب هتشوف بقى، عندك المسلوسي وعندك اشرف بن شرقي وعندك الاثنين دول ونجم ومصطفى فتحي وعندك سيف الجزير، لو موجودين يبقى انت عندك قائمة كويسة في الاجانب، يبقى انت عندك قائمة كويسة.
لكن مش هيتأيد كمان عمر عبد الواحد ولا حمد النقاز ولا محمود شبان. ولا محمود شبان جت من عند الله، جت من عند الله. فصفقات الزمالك تبحث عن أندية، مش الزمالك اللي بيبحث عن قيد الصفقات. ده يبعت رسالة لحضرتك كزملكاوي وكراجل محترم انك تفكر من المتسبب في وضع الزمالك بهذا الشكل، من المتسبب في وضع الزمالك بهذا الشكل السيء اللي تعرض له، ان هو لحد دلوقتي مش لاقي يعمل ايه ولا عارف يعمل ايه ولا الدنيا هيعمل معاها ايه. ماشي. وللأسف الشديد شفت